ليكم انتوا خلوكم ورا الكاميرا قولوا معي واحد اثنين ثلاثة هاي يا جماعة قلنا أكثر من ساعة بدنا نبلش الفيديو وما عم يتبلش معنا حذركم ليه؟ أول مصيبة هي إنه نحن جوا هون مقطوع على الكهرباء تمام؟ ثاني شي شو عملنا؟ نقلنا غرفة القعدة من جوا لبرا لهون فعن جد متواظونا بس ما في كهرباء لنصور لكم بس اليوم فعليا الفيديو بيشل لأنه أنا فيه واثقة من نفسيها قوي أوكي يا جماعة بما إنه أختي هاي حبيبي كيفك؟ والله ناطر أنا هاي ليكو اليوم بالفيديو معنا استاذ لؤي غني عن التعريف اكيد تعرفوا استاذ جورجيو خوري اهلا وسهلا مامي الان المدام قصدي صرتي مدام وانت صغيره قد ال غني عن التعريف شوي يعني اهلا وسهلا بانسه مدام آلين بابا حبيب قلبي اهلا وسهلا اهلين يا امي اهلا وسهلا اهلين طبعا نحن حبينا انه ماما كمان تكون معنا طنط كمان تكون معنا بس يلي صار انه هنن كثير ملتهيين بالاكل يعني مو بالاكل يعني ياكلوا بس هنن بس عم يعملوا اكل لهيك خليناهم يعملوا اكل على راحتهم مشان ناكل ونعبي الكرش يعني نحن رح نعمل شيء كثير حلو اليوم انه واخيرا رح نعرف اسم البيبي تبع اختي اللي جايه بعد شوي نونسة صغيرة يعني فجازوا حالكم تعرفوا انه اسم البيبي اليوم رح نعمل اشياء كتير حلوة فيديو اليوم بس قبل رح نقلكم قبل ما نبلش الفيديو اذا انتو جداد على القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب يلا نتقلع من البناية يلا خلونا نبلش العالم عم تطلع هل مين في هون هاي كيفكم يا العالم نحن تابعنا ونحن يلا ولا انا لي على يا ربي على البدله اوكي يا جماعه اليوم محضرت لهم تحدي كثير حلو هو مو تحدي هو شغله حظ يلي راح يصير اليوم انه انا محضره اوراق هون تمام كل وحده فيها حرف يعني من ال A to Z تمام كل الاحرف في من كل حرف اثنين يعني في A 2 B 2 C 2 هيك مشان الحظ اوكي يلي راح يصير اليوم انه اختي مقرره اسم بنتها تمام بس رح نشوف انه نحن الحظ شو ممكن يختار للاسم يعني اول شغله بدك تقولي لنا كم حرف اسم اللي اخترتي ما رح اقول لك كم كم حرف رح تقولي توقع خمسة أربعة اوكي الاسم يلي مختارته اختي من اربع حروف تمام فهلا كل واحد من الموجودين هون رح يسحب اربع ورق هلا عم بقول عاشت الاسم عن جد هلا تطلع لك سلطه اوكي كل واحد فيكم بيسحب اربع ورق وبنحط هيك جنب بعض بنشوف الاسم يلي بيطلع على حظنا بعدين اخر الفيديو انت رح تقرري فعليا الاسم وهيك بنصير بنعرف كلياتنا اسم البيبي لانه انا دائما عم قلكم بنت اختي بنت اختي ولا مره قدرت قلكم اسمها فاليوم راح نقول اسمها شعراتي على الكهرباء يا جماعه صح بس قبل ما نبلش كمان في الحزوره تبع اليوم لازم تحزروها شو انت كنت عم تقول كتير سهله اوكي الحزوره هي شو الشيء الموجود بين الارض والسماء انا مو انا لا جوجي لا شمس بابا صعبه صعبه آلين هوا عم ناكل هوا حاج بكفي لا. الغيوم لا طيب يا جماعة حزروها انتو لانو نحن لهلا ما حزرناها عن جد ما بعرف هي حزورة لؤي لليوم بفيديو اليوم شاركوا بالمسابقة تمام وكتبوا كتير كومنت هلا يلا تعي يا حامل تعي قعد يلا فضولة محل لانو شوي سمنانة نيكلي بتاكلني هلا ليكو الطيابة وين بدي خبيها يعني وين ني تعي ليكي بس تجيبيها بدي اخذها بقى ما بعرف كيف بدي اجيبها يعني اذا ما كبرت بالمكين على فكره هلا عرفت جواب الحزوره رح ارجع لكم اياها على طريقتي شو كانت شو الشيء الموجود بين الارض والسماء يعني اكيد لازم تكونوا عرفتوها يعني ما تكونوا مثلي اذكياء جدا يعني اوكي يلا ليتس جو نبلش ليكو هدول هن الوراق تمام هلا رح نبلش بابو انا بدي بلش هدو ما تتاكلوا الكبير للصغير للصغير
ملك صاحب العلاقه لمو صاحبها. انت قاعدة على جنب، نحن حظنا بالبنت. من الصغير للكبير. يلا تقبلني. يلا اربع اوراق بتحطهم جنب بعض وبتشوف شو الاسم. يلا اختار اربع اوراق. يا رب. اسمد عيونك اول شيء. اصحاب يلا، واحد سرعة، اثنين، ثلاثة. دقيقة، هي وحدة. يلا اربعة. اربعة ما تفتح انت. اول اسم افتح. اول اسم هو كشمة. حلو حلو، تخيلوا عاشت الاسامي. هلا حظ لؤي، بدك تقولي عن جد عاشت الاسامي. طولي بالك. على فكرة اسم كجمة له معاني كتير. اول بيشبه اللغة العربية الفصحى، ما له معنى، بس العربي ما له معنى. على فكرة حلو اسم كجمة. ممكن بيشبه نجوى كرم. مو بعرف شو كجمة كرم مثلا. واخيرا قعدت شوي. يلا اول ورقة حطوها. غمضي. واحد، اثنين، ثلاثة. قول ورقتين. يلا اوكي، حطي اول وحدة وثاني وحدة. يلا الاسم تبعي هو اللي راح يصير. شكله اسم تركي راح يطلع. يلا ان شاء الله. حلو. ايه يلا يلا يلا. والله هي الرابعة. ها عم اقول لك اسم ما بدري. فارة. فارة ما فارة. تعالي شو اوس شي بيهوي. طب لنشوف حظك. حظك انت لبنتك. طولي بعلك. يلا حطيهم. يلا هلا بس سؤال، بلشت من الصغير للكبير. ايه انا بجي اصغر منك. هلا خلص انت ما في تسحبي، كان كنت رح سحبك بطلت. بعطي لشو. يلا دور عمو. يلا بابا حبيبي اسحب. تقول عم بيضيفه. ورقه واحده بابا سحب كل الابجديه صارت بالاسم. هاي ورقتين. اوكي واحد اثنين هولر. شو عليك سحب الاسم كله؟ يلا بابا استا وحدة. ليفة. ليفة؟ لا لا ليف. ليف ليف. حلو اسم ليف. ايوه ماركت بابا. ماركت ليف. ليف. عاشت الاسامي. عاشت الاسامي يا ليف. اذا حدا اسمه ليف يكتب بالكومنت. لا اكيد ما في حدا اسمه ليف. يلا دوري. بابا قلنا ساعة بنقول له بابا رح تصور معنا فيديو. اخر شيء سحبنا اربع ورق. يلا واحد اثنين ثلاثة. أحلى اسم بالعالم. لك ليش ليش واحد اثنين ثلاثة. هذا الاسم يا لؤي إذا بتجيك بنت بدك تسميها هي. هيدا ثلاثة. يلا أنا برأيي فارة. وهيدا أربعة. أوبا هي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الله شو هي حبيبي هيك بحطوها بس. سوري منك يعني. لك لك ما أحلى الليفة والصابونة. لك كف. لك كف. لك كف. لك كف. لا كف. شفتوا احلى شيء. هات عجبتها. يلا اوكي. لا لا هالمرة عن جد. شوفوا كل شيء كان مزح، هلا نقوا اسماء. هلا بما انه اختي هي اللي راح تختار الاسم فاجباري تسمي. شو رايك؟ شو تسمي؟ ايه اوكي زادوا ما في مفاهيم. اوكي اذا وافقنا بالاجماع بدك تسمي. اتفقنا؟ يلا يلا غامضي. واحد اثنين. فهمية مرت عصام بارد. يلا لا 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 كل شيء احرف. اختي ما بتجي جنب بعض اختارتها. لا كذابة. فف بف فبدل فبدب فبدب فبدب. لا حول ولا قوة. فبدب دب. شو بدي اقول؟ انا اذا بدي سمي انه فبدب ولدن شو بدي اقول؟ بنت اختي فبدب ولدن. فبدب مبروك. ما بتعرفي تحكي شو فبدب. يا جماعة ولادي بتدب. هلا بيصدقوا انه اسمها فبدب. لا 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 لا. يلا اوكي رح نرجع نعمل اخر جولة تمام؟ انا شو اذا رح يطلع شيء قريب من الحقيقة. اوكي يلا مين هلا بدي يسحب؟ جوجي. يلا بابا. يلا جوج يا بطل. يلا ايوه ها يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلي ركوم. ركوم. الله حلو ركوم. لا حلو ركوم. على فكرة هاد أول اسم يطلع إنه اسم يعني ركوم. أنا أول اسم طلع منيح. هلا خلص أنت عود على جنب. تعال يلا كونتين على الأسامي الحين. بابا 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 قلنا لكم هلا. يلا اسا اسا أربع أحرف ما أكثر. تخيلي شي أربع ست سبع أحرف. كل ما بدي سحبه لماما بيجي جوجي بيعطي الطاولة لنا. لا مشان يحطوا عليا. يلا بابا تفضل. ما في شي من قيمتك. يلا سرور ماما. الله يوفقك. بلا ركوم سرور. وحدة بابا. وسه وحده. اول حرف اثنين ثلاثه. اوبا وحده بابا. اوباك. اوباك اوباك. هاي احلى اسم لهلا عراسي يا كبير. اوبا مين اسمها ماما المره الثانيه؟ بجنن علين بابا. وانتي على فكره بدي اعترف لكم بشيء انه انا بعرف الاسم شو هو بس بحب اخبركم يعني
ايوه ما رح تعلنوا يعني؟ هلا لا رح نعلن عنه، بس مين بيقصه يعمل مره ثانيه؟ انت اسحبها لتاتا. ليك وطانت اجت لاني حبيت تشارك معنا، فكمان رح تسحبي اربعه. انا كمان تاتا ل لك يا اربع ما ضروري بالترتيب. اي اربع حروف. اوكي اوكي اوكي. اول حرف. هاي اول حرف هيدا. دفتر. دفتر دفتر دفتر. يا لهني معلمه طلع لي الدفتر دغري. شايفه؟ دج دي جي دي جي دج دج جبل صارت هاي. جبل دجفن. اسمي نون. جفن جفن دجفن جفن 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 جفن. كمان منطقي حلو. هاي بنت جفن معروف لك. جفن اسم صبي. اكتر من هون تعوا بالله هون على البيت اذا بتحبوا. ما بقي تركتور ما مر من هون راح اقتلهم كلهم. جيفن حلو. حلو على فكره بس مو يعني ما ظابط هلا بنناقش هيك بدنا نشوف. انت عم تتواصل لاني طانت هي اللي اختارته. ما انت عم تتواصل ما شاش ليكو عم بنقيه تنقايه مشان يعمل انه هو اختار اسم حلو. ها جيفن من دلعات. جي 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 مع جي جي انت حبيت. اول ما بلشنا التصوير اختي قالت لي بس هذا بليز ما طلعي بالتصوير. صار بحب اقول لك من اول مره من اول الفيديو لاخر الفيديو هو طالع معنا يعني صار واحد مننا صار يعني احنا قاعدين كلنا وقاعد معنا هذا. فاهلا وسهلا فيك شرفتنا جوجي. شو حاطه يا خيو كبه كبه خلاص كيف محافظه لا جيبها مثل الشاطر الغطوا لنا بس ضلغطه اذا امي تفضلي. امي اهلا وسهلا. اهلا تفضلي. اسس الغطا يعني. حبيبي نحن بس ما جايين بس ناكل اذا بتريدي. اوكي شو ما جايين نعمل ننبسط سوا. ايوه لازم نحدد اسم بحفيدتك. تعي قعدي تفضلي. يا رب هلا بدك تسحبي اربع اوراق. اوكي بس بسرعه شديده. اربع اوراق من دون ما تعرفي يعني. ايه. نحن لانه الاربع اربع حروف. واحد اثنين ثلاثه. هي ثلاثه. هلا الرابع. خلص هيدا الرابع. الرابع يلا كانه كلير او شيء. لا لا ليجا كيجل. كيجل انت بتحبيها. كيجل 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 مستر. اول حرف سيجل. خلص مهم ماما شو تايجل. ما ظبط ما ظبط. امي هربت على المطبخ. مو معقول. طب يلا يلا كملي هلا. اوكي مين ما سحب اسم مره؟ انت انا. انت لازم تعترفي لنا بالاسم بقى يا شاشه. خليها تسحب على كيفها لنشوف. ايوه هيدا الحرف الثالث. نعم حذروا لهلا شو الاسم. البي هو الحرف الثالث. فرجيني الاسم الاخير العشوائي. يلا طلع لك بارف. برافو برافو الين. بارف. اوكي هيدا الاسم مثل باربي يعني العشوائي. باربي. ليكو ليكو بس فرجيكم هون شو عم بيصير. كله بسبب هات. اختي ما عاجبها شكله. الين انتي انتي حامل؟ ليك ليك ماسكيني. انتي حامل؟ ما عم صدق. اوكي هلا بعد كل شيء عملناه تمام والاسماء الغريبه العجيبه يلي شفتوها، هلا اختي رح تعترف بالاسم قدام. صراحه ما عجبني شيء من اللي لقيته. لو عجبني شو بيلبق لك اصلا؟ كنت غيرت. يلا هلا اول اسم انا رح اقول لكم اياه لانه اختي ما رح تعرف تقوله. اول اسم هو شروق. حلو؟ بجنن. وثاني اسم هو هروب. ما اسالكم هذا اسال فيديو بعمله بحياتي مع اختي. هلا دقيقة عن جد بنت اسمها شروق، اسمها ابيض، اسمها وايت. هلا اسمها سانشاين. نعرف اسماء سان رايز. لكن كنت الشيء هلا فضحونا انه كلهم بيعرفوا اسم البنوت الا انتو. اوكي رح نعترف لكم انه احنا كلنا بنعرف اسم البنت الا انتو. وعم نخبركم اسم البنت هو شروق، اسم البنت هو ابيض، اسم البنت هو سانشاين يعني سان رايز. اوكي يعني اسم البنت بالمختصر. خلص انتي قولي. يلا انا بقوله. قولي. لا بنقي. طب يلا خليني نقي واحد لك. يلا هذا أربعة. ما بدنا. يلا أول حرف أي. أي تاني حرف هو نسية. لام. لا نسيت عن جد نسيت. ما عم شوف من ورا. خليني ليش بدلتينا قدام الجماعة. خليني بسير جالسين. طيب عم يعطوا وقتهم بيهدروكي. شرشحتينا. اعطيني اياهم. خلص أي. عندي حرفين وأنا حرفين. ال بي أي. أربعة. اوكي اسم بنوتة اختي راح تكون اذا الله راد البا. بالاسباني وبالايطالي يعني شان رايز. وبالعربي البا. بالعربي البا يعني. يعني انا مثلا من الناس يلي راح تصح لها قلوب. انا هيك بدي صح لها. ما راح صح لها البا. طبعا البا لانه اسم اختي الين واسم جوزها باسل. فاخذين اول حرفين من اسمي واول حرفين من اسم جوزي.
قاموا صاروا قلبة سبحان الله. وبالغلط بالغلط طلع قلبة معناته شروق الشمس وفيكم تعملوا سيرش. قلبة هو باللاتيني يعني وايت ابيض، وبالاسباني وايطالي يعني سان رايز. اعطوني رايكم بالاسم، اكتبوا لنا شو رايكم بالاسم. بعد هلا اذا الله راد دائما وقت نحكي عن بنت اختي رح نقول قلبة، ما رح تشوفوا انه بنت اختي وبنت اختي، وكنا خايفين عنكم الاسم لانه ما متاكدين، بس لهيك هلا بس بعد ما تاكدوا قلنا نخبركم الاسم باي الطريقه الحلوه. اوكي يا جماعه، وهلا رح اقول لكم انه فيديو اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا انتم جداد على القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. اوكي، وما تنسوا تشتركوا بالمسابقة تبع اليوم. اوكي، وخلص صرعنا الجيران رح يتقلبوا من البناية. نشوف يعني قلبة انا باخذهم من يتصرفوا عارفة لسه ما قبل الجيران. نحبهم كثير. باي.